الكرام مشاهدينا عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه الى الدقيقه 66، كره للامام سواريز، الله! اذا كان هنالك عنوان باقدام الكبير لويس سواريز، شوف لا يحتاج لجهد كبير حتى يسجل، لا يحتاج لجهد كبير حتى يسجل. التمريره اللي غابت فيها التغطيه ولم تكن ابدا ايجابيه، ولويس سواريز يضع كره من فوق حارس المرمى علي الحبسي يعلن من خلال هذا الهدف الثاني، والاوروغواي تتقدم بهدفين مقابل